بالنسبة للمجموعتين. حلو. طبعا هناك بالنسبة اليوم كاسيانو بعد جمود واداء في نص الملعب. شوف هذا كاسيانو لعبها حلوة وقوية. كرة ملعوبة، وطبعا لولا اصابته لكان النادي الاهلي في وضع افضل. كرة ملعوبة امامية، هذه خطرة، هذه خطرة، هذه لفريق الشعب. في ضربة جزاء، ضربة جزاء يحتسبها حكم المباراة محمد عمر، وفي البرازيلي هل يسجل؟ هل يسجل؟ حكم المباراة يأذن ويسجل، وجول كاسيانو البرازيلي يعلن عن تسجيل الهدف بالجزاء. شوفوها على طول، الإعادة من خلال الشوط الثاني. هدف واحد يحلي المباراة، هدف واحد يحلي المباراة. كرة ملعوبة الآن أمامية ناحية محمد سرور الذي يكسر الجميع في الحقيقة من خلال الحركة هذه. كرة ملعوبة عرضية، جول 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 جول. شوفوا أيضا الإعادة للهدف، شوفوا المرمى مفتوح وكاسيانو يحطها على يمين مباراة النصر. شوفوا أيضا الإعادة للهدف، شوفوا المرمى مفتوح وكاسيانو يحطها على يمين. سجل هدف مشاركة باللاعب اللي هو محمد سرور. تكملت المشوار مع هذا الفريق العريق، فريق نادي الشعب، فريق الكوماندوز اللي وصل إلى المباراة النهائية بكل جدارة، والشعب فريق الكوماندوز اللي وصل إلى المباراة النهائية بكل جدارة واستحقاق. كرة ملعوبة الآن لمحمد سرور، يعدي محمد، محمد يسدد بيسار، يا سلام. راشد عبد الرحمن مرتد لنادي الشعب، كرة تصل لمحمد سرور، هذه أول هجمة تبدو نوعا ما منظمة لنادي الشعب. كاسيانو ممتازة إلى سيف محمد، كرة داخل منظمة لنادي الشعب. كاسيانو ممتازة إلى سيف محمد، كرة داخل منطقة الجزاء، سيف يحاول، لا زال يحتفظ بالكرة، سيف محمد بضايقة اللي هو علي الوهيبي، تصل لسعيد والكرة بتهيأ، ولكن جمعة عبد الله باللحظة الأخيرة بيخلصها، يوسف حسن عالية وعرضية خطرة أمام المرمى، يا خطرة من كاسيانو، كرة إلى كاسيانو، كاسيانو ومرتدة للشعب، بيلعبها باتجاه محمد سرور، خطرة العارضة، محاولة، شوف خطرة جدا محمد سرور بطن قدمه يضعها بشكل جميل جدا، والمرتدة كانت خطرة لنادي الشعب. شوط المباراة الثاني أكثر إثارة، أكثر انفتاحا. ضربة الجزاء راح ينفذها كاسيانو، وكاسيانو في المرمى، وفي المرمى، وهدف، هدف 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 التعادل، هدف التعادل في دقيقة 44 تقريبا. كاسيانو إذا يعادل النتيجة ويعيد الشعب إلى المباراة من جديد. هدف التعادل في دقيقة تقريبا 44. إذا التعادل 1-1، الإمارات 1 وإيش. البرازيلي جاكسون سيلفا في الدقيقة 33، ثم عادل كاسيانو من ضربة جزاء في الدقيقة تقريبا 44 بهدف التعادل. وشهد الشوط الأول أيضا أعزائي خروج البطاقة الحمراء في وجه اللاعب. بيلعب كرة ولكن تصطاد، ترجع مرة ثانية لكاسيانو الآن، كاسيانو بيتقدم ومرتدة للشعب، كاسيانو أمامية لسمير إبراهيم، سمير كرة معاه بيحاول. الدورة الأخيرة لكأس الخليج التي أقيمت بالكويت، الكرة في منتصف الملعب، حيدر ألو علي بينزلها بالغلط وكاسيانو بيحصلها، وفي ثغرات في ثغرات في ثغرات، وسرور سرور، لكن كرة إلى خارج الملعب، ورمية تماس الشعب الآن تتنفذ، توصل باتجاه راشد احمد، يلعب اماميه الى كاسيانو، كاسيانو حلوه اماميه وخطره، الكره تهيئ، يتسدد الجول، جول سمير ابراهيم، حلوه من كاسيانو، يلعبها في مكان حلو ما يفوتها ابدا، لان الفرص اللي مثل هذه ما تتكرر كثير. وشوف الاعاده، وسمير بيهيئ نفسه ما في مراقبه وتماما فاضي، مبكر للشعب. اذا رمية تماس الآن تلعب من إبراهيم خليل، بتوصل إلى راشد أحمد، وعلى طول أمامية الكرة، محاولة الآن للشعب، وضاغط الشعب في هذه الدقائق أعزائي، وطار من الهدف، عمل شغل حلو كاسيانو، حلوة يا تعليمات وحساباته إلى الآن، حسابات طبعا زوران هي الناجحة الآن حتى الآن، لكن ما نزلت الشوط الأول. كرة ملعوبة، خطرة سمير إبراهيم، ممكن لاعبي نادي دبي طبعا، ومحاولات، شوف شو الكره هذه ضاعت، يلعبها اتجاه نيلسون، لكن على طول راشد احمد يحصل الكره هذه، قطع حلوه بكعبه لكاسيانو، ومرتده للشعب الان، مرتده، خطره 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 خطره، بالجول جول،
فرصة ثانية للشعب. شوف 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 على مشارف ال 18 ووصلت سهلة إلى حارس مرمى الملعب على طول. براس إلى راشد أحمد توصل الكرة الآن. كاسيانو يلم كرة حلوة في منطقة النص ويلعب كرة أمامية ناحية سمير اللي غير مكان الآن. سمير 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 العب كرة ما فيها شيء. هذه إعادة مرة ثانية نشوفها الآن. شوف الكرة هذه لما تقدم سمير وكان معه عبد الله ثاني خلفية توصل للشعب. كرة الآن سعيد سعيد يوسف العمامي لكاسيانو. كاسيانو طويلة باتجاه سمير إبراهيم لاعب أمامية ناحية نيلسون لكن على طول تتخلص من اللي هو عمران محمد. توصل لكاسيانو إلى سمير إبراهيم في مكان حلو. سمير 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 كرة من اللي هو عمران محمد. توصل لكاسيانو إلى سمير إبراهيم في مكان حلو. سمير ومتواصلة ومحاولة جديدة الآن. ويبقى أيضا عبد الله موسى يتابع الكرة ولكن مقطوعة منه الآن. توصل لكاسيانو. كاسيانو طويلة هناك بعيدة ناحية والدقيقة 44. وطبعا أكيد بعد شوية راح نشوف إذا كان هناك فيه وقت بدل ضايع راح يحتسبه حكمنا عبد الله البناية أو لا. وكرة ملعوبة من كاسيانو لسمير إبراهيم. سمير سمير يفكر يفكر يشوف حل يعني في دفاع البيوض. سعيد طارش على طول راشد أحمد يخلص. وصل لكاسيانو. كاسيانو أمامية حلوة لجاسم ينفذها اللي هو الجيل الثاني وممكن يضيف أهداف أخرى أكيد. وخطأ الآن لفريق الشعب وراح ينفذها كاسيانو. يا كاسيانو في مكان جميل جدا اللعب والعرضة. هالمرة هالمرة الشعب شوف كاسيانو لعبة جميلة وحلوة ولافة ولكن العارضة تقول لا لا لا